الرجل من المنبر مغرب بريس على التواجد ديالو الى جانب ابناء الشعب، ودائما كيوصل رساله الاعلام على اكمل وجه. كما يعلم الراي العام الوطني والفاسي بشكل خاص محلي على اننا كاطار معطل اسمه تنسيقيه جهاز فاس مكناس لحملات الشهادات المعطلين فرع فاس، دعونا لخوض هذا الشكل النضالي السلمي بساحة فلورنس هذا اليوم بتاريخ 3 نوفمبر للتنديد بغلاء الفاحش الأسعار والمطالبة بالتوزيع العادل للثروة، كما تعبر اللافتة المرفوعة. كذلك نطالب بالشغل الذي يحفظ كرامة حاملي الشواهد العليا في المدينة، كذلك انسجاما وتفاعلا مع حملة بغينا طوبيسات فاس باعتبارنا جزء لا يتجزأ من السكينة الفاسية. نطالب ونضم صوتنا وانخرطنا في الحملة بغينا طوبيسات فاس بشكل مبدئي ولا مشروط حتى تحقيق مطالبها كاملة، وهو مطالبة بتحسين ظروف النقل والولوج لهذه الحافلات الخردة لهذه القبور المتحركة اللي سجلات إزهاق الأرواح على يديها على نتيجة ديال الخدمات السيئة تقدمها. كم من مرة احترقت الحافلات واشتعلت نيرانان، لولا الألطاف الإلهية كانت غتكون الضحايا بالعشرات من الأرواح ديال المواطن الفاسي، كذلك الأمطان، كذلك القطرة. وقس على ذلك يكفي أن ننظر للحافلة وحنا في فلورنس أمامنا الحافلات، غادي نعرفوا الواقع ديال النقل وما هو. حنا كمعطلين كنبغيو غير نهبطوا نحتجوا على المسؤولين ما كنلقاوش النقل فين نركبوا. يعاني من هاد الشركات الطلبة اللي كيتأخروا على الأوقات ديال الدراسة ديالهم، كيعانيوا تلاميذ كيضيعوا حتى في الامتحانات ديالهم، عمال يطردون من مناصب شغل اللي هي ديال باب الله ديال القوت اليومي نتيجة ديال التأخر. كذلك انسجاما مع الواقع المزري اللي فرضه وهو هذا الغلاء الفاحش الأسعار وهذا الهجوم على الطبقة الشعبية منذ مجيء هذه الحكومة ديال الباترونا، هذه الحكومة لا شرعية لا وطنية لا ديمقراطية، وصلات صناديق الاقتراع المزورة. يكفي أن نعود لذاكرة الفيسبوك لنعرف حجم التلاعبات السيناريوهات الخطيرة اللي فرضت هذه الحكومة على رأس السلطة التنفيذية في المغرب. رئيس الحكومة معروف هو مالك ديال شركة لها حصة الأسد قطاع المحروقات في المغرب، مستفيد بشكل كبير. مجموعة من الأصوات تعالت قبل الانتخابات وبعدها وتدق ناقوس الخطر على أساس زواج المال والسلطة هو تهديد للدولة تهديد للمجتمع. نسبة التضخم وصلت ل 9%، 44% من الشركات اللي منعات من ديك الفترة ديال كوفيد ودازت عليها بردا وسلاما حاليا على حافة الانهيار، إن لم نقل قاب قوسين أو أدنى أن تنفض أنفاسها الأخيرة. أبناء الشعب أصبحوا غير قادرين بالمرة على العيش في ظل هذه الظروف وظل هذه الزيادات الفاحشة في الغلاء ديال المواد الاستهلاكية بشكل عام اللي كتدخل في إطار التصنيع. صناع تقليديون مشردون فلاحون ما عندهمش باش يشريوا الأسمدة ويستثمروا الآلات الحديثة من أجل أنه يجيبوا مردود جيد. انحبس المطر ولا صوت يعلو على صوت تجويع، على صوت القهر، على صوت الحرمان الذي يئن تحت وطأته ابن الشعب المغربي الطبقة الكادحة بشكل عام. نحن كمعطلين كنا ضحايا لهذه الحكومة منذ مجيئها، كما باقي أبناء الشعب لما تراجعت على سن التوظيف من 45 سنة زماته ل 30 سنة. هذا إجراء انقلابي على روح الدستور ديال 2011، الدستور اللي خلاو المغاربة عليه 8 الشهداء في 20 فبراير، الدستور اللي باش استطعنا ننتزعوه تولي البلاد تخرج من ديك الطور الملكية التنفيذية توصل للطور ديال الملكية الدستورية. ضحى المغاربة بأرواح، جاء خنوش وزبانيته والمحيطين والمقربين منه بجرة قلم وعادوا الأمور إلى نصابها قبل 2011، ويا ريت لو تعود الأمور قبل 2011 على المستوى المعيشي. المواطن الفاسي المغربي بشكل عام أصبح غير قادر حتى على تلبية ديك الحاجيات البسيطة للأبناء ديالو. حدثنا عن التسيير فهذا ضرب من الخيال، تسيير فاشل، غياب تام للذات الفاعلة اللي هو داك السياسي اللي حنا عارفين باش وصل والاساليب اللي نهج باش وصل للكراسي ديال التسيير. مدينة فاس
كتسجل نقصا لم تسجلها في تاريخها السياسي ولا المؤسساتي ولا التدبيري. النفايات وقطع النظافه حدث ولا حرج. مستوى ديال النقل راه باين. الفضاءات الخضراء، مجلس كيمرر صفقات مشبوهه، صفقات مشبوهه ارضاء لمنتخبون، وكيزحف على المساحات الخضراء، يفتقد للبوصله، يفتقد للحنكه، يفتقد للتسيير. لان القرار باش نكونوا واقعيين نقولوها ونتحمل مسؤوليه كامله، هو القرار بيد السلطات الرسميه. القرار هو بيد السلطه الرسميه، السلطه اللي كتحرك المجالس كالدومه وكالكراكيز، وحتى ان اعطتهم الحق او انهم يتصرفوا ويسيروا لن يسيروا، لان السياسيين هادو لا مستوى اكاديمي، لا مستوى معرفي، لا تكوين سياسي، مجرد كي كنقولوا بالدارجه العاميه سلطه وتسلطت على مدينه فاس. الواقع اللي كيفرض راسه حاليا هو كاين ارتباك، كاين غياب، ولعل كاين ملف النقل بوحده كنجبدوه، هو بمثابه القشه التي كسرت ظهر المجلس، ما نقولش الباعير، المجلس وديك الوعود الانتخابيه ديالو. اين هي عنصريه المجلس ديال جامعه فاس غير علاقه بالملف النقل؟ غير علاقه بالملف النقل؟ يعقد المجلس ديال جامعه فاس ندوه يخرج عند المواطن الفاسي ويقول له فين وصل الملف النقل؟ نعيش تحت وطأتي عصابات مشبوهه ان صح التعبير، تفتقد لكل شيء، لمقومات الذات الفاعله، ماشي حتى السياسيه. هذا هو الحقيقه اللي كاينه. حقيقه واحده نعيها وندركها، هي اننا تحت هجوم شرس ديال المجالس مختلف انواعها، لا الترابيه المحليه ولا الحكوميه ولا جميع المؤسسات معطله احتقان في البلاد على اشده، بينما الكل واقف يتفرج مكتوف الايدي. نسبه الاحتقان كتعرف ارتفاع خطير جدا. ندق ناقوس الخطر الى جانب ابناء الشعب، ونقول بصوت واحد الى جانب عموم الفاسيين والفاسيات كاطار معطل. تنسيقيه جهاز فاس مكناس لحملات الشهادات المعطلين في فراكاس، بغينا طوبيسات فاس، بغينا الشغل، بغينا كرامه المواطن الفاسي. نريد ان ننعم بقليل من الامان ومن السلم المجتمعي في وطننا، لاننا لسنا في ضيعه احدهم، لم نسقط من السماء على هذه الارض او خرجنا من الارض. نحن مغاربه فاسيون بالهويه والسلاله، شاء من شاء وابا من ابا، حقنا ان نعيش ونقالب لحياه كريمه. شكرا جزيلا.